تفخر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بالإعلان عن رعايتها لفريق روكي ريسينج لموسم 2023. روكي ريسينج هو فريق خاص يملكه رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن أكيو تويودا، وإلى جانب كونها واحدة من أبرز الرعاة الدوليين القلائل، يعد تعيين عبد اللطيف جميل للسيارات علامة فارقة في مسيرة النمو المشترك والنجاح في صناعة رياضة السيارات، وخطوة تسهم في توسيع آفاق الصداقة بين المملكة العربية السعودية واليابان وخارجها. الآن وأكثر من أي وقت مضى، تدرك عبد اللطيف جميل القيمة التي ستجلبها لدعم شغف الفريق وطموحه وإمكانياته في عالم رياضة السيارات. إن إثارة المنافسة والرغبة في التحسين المستمر هو ما يدفع الفريق لتحقيق التميز، وعبد اللطيف جميل ملتزمة بتزويد الفريق بالموارد والدعم الذي يحتاج إليه لمواصلة السعي وراء تحقيق شغفه. في عام 2021 أحرز فريق روكي ريسينج إنجازاً متميزاً في سباق التحمل سوبر تايكيوي الذي أقيم في فوجي سبيدواي. شارك الفريق بسيارة جي آر كورولا مزودة بمحرك يعمل بالهيدروجين، وأكمل سباق التحمل الشاق لمدة 24 ساعة لأول مرة. أظهر هذا الإنجاز المذهل التزام روكي ريسينج باكتشاف تقنيات جديدة وعرض بدائل لمعالجة الحياد الكربوني في صناعة رياضة السيارات. يواصل فريق روكي ريسينج المشاركة في سلسلة سوبر تايكيو 2023 بمركبات ذات محركات تعمل بالهيدروجين والوقود المحايد للكربون، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام على طريق تعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة في رياضة السيارات. وهذه رسالة واضحة للصناعة والمشجعين على حد سواء، مفادها أنه يمكن تنظيم السباقات مع مراعاة البيئة. وفريق روكي ريسينج عازم على استخدام مركبات الطرق بطريقة أفضل وأكثر استدامة، وذلك بفضل التطورات في التقنيات المبتكرة التي أثبتت جدواها من خلال رياضة السيارات. تجسيداً لقول أكيو تويودا: لا تخذل عشاق السيارات أبداً.